منتخبنا الوطني. ومن منتخب الأول نروح بقى لمنتخب مصر للشباب بقيادة كابتن وائل رياض، اللي هيخوض في 11 مساء اليوم الاثنين مواجهة قوية أمام منتخب تونس في ختام الدورة الدولية بالجزائر، واللي بتقام في الفترة من 18 حتى 25 مارس. وسبق وفاز منتخب الشباب على موريتانيا بهدفين مقابل هدف في الجولة الثانية بالبطولة، وخسر من الجزائر بنفس النتيجة في افتتاح البطولة الودية. ويخوض منتخب مصر للشباب معسكرا مغلقا بداية من الجمعة الماضية استعدادا للدورة الودية الدولية بالجزائر، طبعا بمشاركة منتخبات مصر والجزائر وتونس وموريتانيا. وذلك قبل السفر طبعا كان في جلسة مع منتخب الشباب مع كابتن علاء نبيل المدير الفني لاتحاد الكرة، وكابتن محمد يوسف مساعد المدير الفني المشرف على منتخبات الشباب والناشئين، وطالبهم بقى خلال هذه الجلسة بقصارى بذل طبعا قصارى جهدهم من أجل تقديم بطولة قوية، والتأكيد على أن هذا الجيل هو مستقبل الكرة المصرية، مؤكدا على استمرار الدعم وتلبية احتياجات الفريق من أجل تحقيق الأهداف المطلوبة.